الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على صحبه أجمعين. باسمي الشخصي وباسم كافة حضور إدارة مهرجان معلمة البور الأثرية، نرحب بجميع الحضور الكريم كل باسمه وبصفته، ونتمنى لهم مقاما جميلا بين أحضان جماعتنا جماعة أيت بوبيدمان إقليم الحاجب بالضبط مركز سوق البور، والاستمتاع بجميع فقرات المهرجان المتنوعة. إن الدورة الثانية لمهرجان معلمة البور الأثرية التي نعلن اليوم افتتاح فعاليتها تحت شعار معلمة البور من التراث الوطني إلى الإنساني، تأتي في سياق وطني مفعم باحتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، والذي يخلد الذكرى 24 لتولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين والمنعمين، وكذلك عيد الشباب الذي يخلد الذكرى 60 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إن مهرجان معلمة البور الأثرية يستلهم في أرضيته الفكرية من مضامين التوجيهات الملكية السامية الواردة في نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة 23 للجنة التراث العالمي، حيث أكد جلالته على أننا لا بد أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة اعتماد رؤية ديناميكية بخصوص هذه الحماية، قوامها إدماج تراثنا في مشاريع التنمية وليس فقط تحنيطه في رؤية تقديسية للماضي، وهو ما يستدعي أيضا ربط جسور قوية بين هذا التراث الحضاري وبين إبداع الإنسان في الزمن الحاضر، لأن تراث الغد هو أيضا ما نبتكره اليوم، فلا مناص إذن من جعل التراث فضاء مشتركا لحوار الحضارات وحوار الأجيال والأزمنة. انتهى كلام صاحب الجلالة. ومن هذا المنطلق تشكل المعالم الأثرية مدخلا حقيقيا لفهم العمق التاريخي للشعوب والحضارات الغابرة والدلالة القادرة على منحنا قراءات إبداعتها في مختلف المجالات وفلسفتها الحياتية من عمارة وفنون وعلوم. فالمغرب بلدنا الحبيب لا يشكل استثناء، بل يعتبر وطنا لسيرورة حضارية تلاحقت فيها هويات متعددة أنتجت الشخصية المغربية المعاصرة. وفي هذا السياق فإن جماعة ترابية أيت بوبيدمان إقليم الحجب تتواجد بها معلمة ضريح البور، وهي نصب تذكاري ذو طابع جنائزي خلال القرن 15 ميلادي وفق نتائج الأبحاث وحفريات الخمسينيات من القرن الماضي. إن الوضع القانوني للمعلمة يشير إلى أنها مسجلة على لائحة التراث الوطني لسنة 1980 حسب ما نص عليه المرسوم 80/82 بتاريخ 9 فبراير 1980 الجريدة الرسمية رقم 3527 بتاريخ 4 يونيو 1980، كما تم إدراج معلمة بالقائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي بتاريخ 1/7/1985 رقم المرجع عند اليونسكو 4058. وبالإضافة إلى الجانب الاحتفالي لفقرات المهرجان الساعية إلى ترسيخ مكونات الهوية المحلية وتسمينها وفتح المجال أمام الإبداع في مجال المنتوجات المجالية، فضلا عن التنشيط الرياضي الشبابي، فإننا نطمح إلى جعل مخرجات وتوصيات للمهرجان أرضية لبرنامج عمل ستشكل مرجعا لاشتغال عمل الفاعلين المؤسساتيين للنهوض بهذا القطاع الحيوي في ارتباط تام مع الأسئلة الحارقة للتنمية المحلية ودور المعالم الأثرية في إنتاجها، إن على مستوى صيانتها وترميمها بأساليب علمية متعارف عليها من جهة،
أو من حيث جعلها ميزة أساسية للاستقطاب السياحي من جهة ثانية أو بتأهيل محيطها بنيويا وبشريا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.